السلام عليكم أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والبركة. بلغ ما أنزل إليك، جاء الأمر الإلهي واضحا لا يحتمل التفسير ولا التأويل، هكذا جاء النص الإلهي، أن بلغ ما أنزل إليك من ربك. ووضع الوحي الله تبارك وتعالى، وضع كل الإسلام في كفة، وهذا الأمر في كفة أخرى، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. جمع النبي الكريم صلى الله عليه وآله المتقدمين والمتأخرين العائدين من الحج، وجاء بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه ورفع يده حتى بان بياض إبطه، فكانت بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي حملت عنوان الغدير 15 قرن من الجحود. أيها الأحبة، تقبلوا تحياتي المقدم على فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان عيد الغدير رمز الهوية الشيعية، الكاتب وليد. عيد الغدير رمز الهوية الشيعية، الكاتب وليد الطائي. هو أمر إلهي وترسيخ لمفهوم الإمامة في الإسلام، ويؤكد القيادة الدينية والسياسية للأئمة المعينين الذين هم خلفاء الله المختارون للنبي. هو لحظة حاسمة في تاريخ الإسلام، لأنه يؤكد أن الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الشرعي للنبي محمد، وهو أمر إلهي وترسيخ لمفهوم الإمامة في الإسلام. ويؤكد القيادة الدينية والسياسية للأئمة المعينين الذين هم خلفاء الله المختارون للنبي. لا يعزز عيد الغدير الفهم الشيعي للتاريخ والقيادة الإسلامية فحسب، بل يلعب أيضا دورا حيويا في تشكيل الهوية الدينية والثقافية للمسلمين الشيعة. إنه بمثابة عامل موحد يعزز الشعور بالمجتمع والتضامن بين المؤمنين الشيعة، وهو مناسبة لإعادة تأكيد المعتقدات والممارسات المتميزة في الإطار الإسلامي الأوسع. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي لترحيب ضيفي الكريم عضو الرابطة الدولي للمحللين السياسيين الباحث في الشأن السياسي الأستاذ قاسم العبودي. مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ علاء. سيد أستاذ قاسم، شنو عيد الغدير؟ ليش الناس تحتفل بعيد الغدير؟ أريد يعني بعد إذنك أريد سرد الحادثة التي جعلت من يوم الغدير عيدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام في كل مكان. كل عام وأنتم بألف خير، جعلنا الله وإياكم من الثابتين والسائرين على نهج محمد وآل محمد في هذه المناسبة العظيمة. عاده الله عليك بالخير والبركة إن شاء الله. أحسنتم، رحم الله والديك. حقيقة يعني واقعة الغدير يعني تعتبر مفصل تاريخي كبير جدا، وقد حقيقة أعلن عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى، فكان أمرا مقضيا، بمعنى أنه الرسالة بأكملها كانت في الكفة اليمنى، وهذه الواقعة في الكفة اليسرى. طبعا اختيار الزمان والمكان حقيقة يعني كان يعني اختيارا موفقا وبدقة كبيرة جدا، بعد انتهاء موسم الحج، وكان آخر حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة وقف عند مفترق طرق، اللي هو طريق الشام وطريق العراق وطريق اليمن. يعني هذه البقعة أو هذا المكان مفترق الطرق، مفترق حقيقة يعني كان باعتبار شون سبوت كبير أو مثلا فضائية إعلامية كبيرة رخمة، بحيث تنقل كل المدار في هذه الواقعة من أجل إيصالها إلى الذين لم يكونوا في هذه الواقعة، باعتبار أنه يعني ذاك اليوم كان الإعلام الموجه الإسلامي يعتبر عن طريق الرواة عن ناقلين، لكنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة اختار أن يكون هو المبلغ بنفسه، بمعنى أنه جمع القوم في هذا المكان
وحدد يعني زمان الحدث ورتب مكان الواقعة، وكان الذي كان أنه أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الأمة بأكملها. بمناسبة طبعا أغلب من جاء من بعد النبي لإدارة مفاصل الدولة الإسلامية كانوا حاضرين، وكان هناك يعني جمع غفير من المسلمين والمؤمنين الموالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا للدين الإسلامي عن طريق الصدفة أو عن طريق دوافع أخرى، لكن إجمالا الواقع كانت في حضور كبير، وكان الذي كان فقد رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يد علي بن أبي طالب حتى بان بياض أبطه. نقول إنه كانت الرسالة واضحة، يعني بعد أن سمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صلى على محمد وآل محمد، وبعد أن ساق الوقائع التاريخية والدينية، قال إن الله سبحانه وتعالى هو مولاي ومولى المؤمنين والمسلمين. فهذه الولاية حقيقة من الله سبحانه وتعالى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم أحسنتم. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب أستاذ قاسم، نعم الشيعة منين جابوا أن الولاية تعني الخلافة، لو فوقها أن الخلافة لا تتحقق إلا بالنص؟ نعم. وين هذا النص؟ نعم أحسنتم، سؤال طبعا ذكي جدا. يعني أولا كل المفسرين للقرآن الكريم وكل السير التاريخية أثبتت على أنه ولاية علي بن أبي طالب ولاية تكوينية وليس تشريعية. هسه ربما المتلقي يعني ربما بعضهم لا يعلم ما هي تشريعية. الولاية التكوينية تكون منصوصة من الله سبحانه وتعالى بنص، وكل المفسرين قلنا وكل يعني أرباب السير التاريخية قالوا بالإجماع أنه الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. كل الوقائع التاريخية تشير أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو مصداق لهذه الآية، باعتبار أنه لما دخل الفقير إلى مسجد رسول الله وسألهم أن يعطوه شيئا فلم يبادر إلى هذا العطاء أحد سوى الإمام علي الذي كان في موضع الركوع، فأشار بنصبه هكذا. نعم هذه موثقة كل المدارس. فهذه الآية هي مصداق للولاية التكوينية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن المسلمين الشيعة متمسكين جدا بهذه الولاية من خلال النص القرآني الذي جاء إليهم، هذا أولا. ثانيا نحن عندنا السنة مصدر من مصادر التشريع. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقف على أحداج الإبل أمام هاي الأم ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بمعنى إشارة واضحة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يشرف الإمام علي ويشرف الأمة به أيضا أنه من بعده وليا وخليفة للمسلمين. هسه طبعا أكيد هناك فرق بين الخليفة وبين الإمام، باعتبار الخلافة موضوع آخر بأنه جاءت في مرحلة أخرى، لكنه كإمامة الإمامة أيضا هناك مصداق قرآن آخر على الإمامة. يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل من إبراهيم الخليل عليه السلام نبيا، ماذا قاله بعد أن أتى بالنبوة؟ إني جاعلك للناس إماما. يعني معناها النبوة بعد الإمامة جاءت بعد النبوة. معنى أنه في علم المنطق إنها مرحلة متقدمة عن النبوة، باعتبار أنها هي من تدير قضايا الأمة في مرحلة لاحقة. لذلك نقول الإمامة يعني لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن النبوة، وكثير من الأنبياء لهم أوصياء ولهم هم قادوا المسيرة الدينية في ذلك الزمن. فليس غريبا أن وليس يعني إجحافا أن الله سبحانه وتعالى الأمة التي آمنت بمحمد أن يبعث لها وصي، ونعم الوصي علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، والذي حقيقة لم تثبت الوقائع التاريخية به خدشا واحدا. حتى ذهب بعضهم إلى القول أنه لولا دعابة فيه، يعني كان علي بن أبي طالب هشا بشا وصف ومصداق حقيقي للمؤمن، وهو انسجام مع ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله أن المؤمن هش بش. نعم. طيب الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف يقول لو تركوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليقيم الحكومة التي كان يرومها، ما شكل حكومة الإمام علي عليه السلام لو لم تقف بوجهه الطغمة الأموية الضالة؟ أحسن شكل الحكومة يعني لو أتيحت الفرصة لعلي صلوات الله عليه.
فما هو شكل الحكومة؟ دعنا نتخيل مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فلنتخيل يعني أنه الإمامة بما أرسلتنا الله سبحانه وتعالى قد أخذت مسارها الصحيح والحقيقي منذ يوم الغدير إلى هذا اليوم. ماذا نتصور؟ نتصور أنه لو كان هنالك حكومة حقيقية قد شكلها علي بن أبي طالب لما قتل معاوية الإمام الحسن، ولا ما قتل يزيد الإمام الحسين، ولا ما حورب باقي الأئمة من قبل الأنظمة الفاشستية الدكتاتورية التي كانت تحكم ذلك الوقت باسم الدين أيضا. يعني بنو أمية كانوا متدينين وإمارة من لديهم، وبنو العباس أيضا قاموا على ثارات آل محمد وقام دولة بن العباس، لكنه حاربوا الأئمة سلام الله تعالى عليهم في تلك الفترة. لكن نقول أنه يعني من الصعب جدا خلفاء بني أمية، أنت أشرت إلى أنهم كانوا متدينين، خلفاء بني أمية لم يعرف فيهم متدين سوى عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، أما معاوية فهو الذي قيل أنه مات على غير ملة الإسلام، أما يزيد فهو ملاعب القرود، أجلكم الله السكير الكذا كذا. نعم كذا هذه الأوصاف. أنا سيدي الكريم، يعني العنوان الأولي عندما نقرأ في كتب التاريخ ويبقونها نرى أنه أمير المؤمنين فلان. نعم. أمير المؤمنين معاوية. نعم. نحن نتعامل بالعنوان الظاهري. نعم. لكنه على مستوى عقادي نحن لا نقر بإمامة غير إمامة علي بن أبي طالب. نعم. وآل بيته الكرام. نعم. هذا المقصود من هذه المسألة. نعم. أما موضوع عمر بن عزيز يعني في المعلومة فقط أنه الرجل يعني كان من ضمن الأمراء الذين أغلوا في دماء العلويين، لكنه ما يشفع له أنه قد منع مسبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من منابر الكوفة التي سب عليها علي بن أبي طالب. الآن أنت طلعت حتى هذا الاستشهاد. نعم. هذا أمر يقطع به التاريخ. لا. نعم. نجتهد به ولا نقول ما لا ما يتنافى عن الحقائق التي رصفها التاريخ. نعم نعم. لذلك نقول شكل الحكومة لو كانت كما شكلت بأمر علي بن أبي طالب من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، لكان اليوم المسلمون يتسيدون العالم بأخلاقهم. بأموالهم، بثرواتهم، بعلومهم. هذه هي انعكاسات حكومة علي لو أطيعت. نعم. لو طويت له الأسادة يعني. أحسنتم. نعم. لذلك نقول يعني اليوم يعني هذه التداعيات الكبيرة والإسقاطات التي تعرض المسلمون في كل مكان إنما جاءت من جحود الأمة لتلك البيعة التي لو أتمها الله لو أنها أتمت كما أرادها الله لكان اليوم الوضع متغير تماما، وكل العالم اللي تراه اليوم في هالأبهة وهذه العلوم الكبيرة لكان اليوم هم أدنى من المسلمين بدرجة، باعتبار أن المسلمين لكان اليوم أسياد العالم في هالمجال لتحقق كثير من الثروات لديهم المالية والمعنوية. يعني حكموا الكرة الأرضية بحكم الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، فالقرآن كتاب شامل تام لكل الأجيال وكل العصور. لا تنقول الأستاذ قاسم العبودي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان من أراد الله فليبدأ بعلي، عيد الغدير عيد الله الأكبر، الكاتبة حليمة الساعدي. من أراد الله فليبدأ بعلي، عيد الغدير عيد الله الأكبر، الكاتبة حليمة الساعدي. يعاتبنا العذال والمنافقون ومن في قلوبهم مرض على احتفالنا بعيد الله الأكبر، ولسوف يشهد عليكم غدير خم ما بقي الدهر بأن الرسول الكريم وقف معلنا بأنه ختم رسالته بالتبليغ وتمام نزول القرآن، وأنه قد أخلف ووكل علي عليه السلام بالبيان والتفسير وقيادة الأمة وخلافة رسول الله، ووضع أسس دولة العدل الإلهي، وكان النص القرآني حجة على جميع المسلمين بأن النعمة لا تكتمل إلا بولاية أمير المؤمنين، وهذا نص إلهي، ومن خالف النص القرآني الذي هو كلام الله فهو عاص ومعاند وكافر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيف الكريم العبودي. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى. قال تعالى في الحديث القدسي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلا من أجل هؤلاء، ويقصد بهم أهل البيت صلوات الله عليهم. صلى الله تعالى عليهم أجمعين. ما الأسباب التي دفعت بعض مسلمي ذلك الزمان
وحتى بعض مسلمي العصور المتأخرة لمخالفة هذا الأمر الإلهي. نعم، نعتقد أنه حب الدنيا رأس كل خطيئة. فمسألة التمسك بالدنيا هي من جعلت هؤلاء ينقلبون على الأئمة سلام الله تعالى عليهم وعلى وصية النبي الأكرم، هذا أولا. ثانيا، حقيقة هنالك يعني من دخل الإسلام لمصالح شخصية أو فئوية أو عائلية، لذلك نقول هؤلاء لم يكونوا ذو لب ولم يكونوا ذو بصيرة في مسألة دخول الإسلام، لأنه دخل الإسلام عن طريق المصلحة الشخصية. لذلك عندما آل الأمر إلى أن يكون هنالك بيعة للإمام علي عليه السلام، هؤلاء ماذا بوقوا وماذا قالوا في إعلامهم الأصفر؟ قالوا أن المسألة مسألة عائلية، يعني علي بن أبي طالب لكونه زوج بنت النبي ولكونه ابن عم النبي، لذلك أعطاه الخلافة. واقع الحال الأمر ليس كذلك، يعني التأريخ بأكمله المعادي والمتفق معنا يقول أن علي بن أبي طالب لا شائبة عليه، لم يسجد لصنم، لم يحتسي خمر، لم يسيء لجار، لم يفعل أي شيء إلا ويضع مرضات الله سبحانه وتعالى نصب عين قبل أن يذهب إلى هذا الفعل. عفوا، حتى قيل فيه أنه لم يحتج يوما لأحد. أحسنت. في حين لم يستغن يوما عنه أحد. أحسنتم. نعم. لذلك نقول أن الكمالات الإلهية سبحان الله جعلها في شخص هذا الرجل. نعم. لذلك يعني اختياره لولاية المسلمين ليس أمر شخصي كما يحاول الترويج، بل بعض من الذين حقيقة يعني تعودوا على أنه يحاول إسقاط كل ما هو له قيمة، لكن علي بن أبي طالب حقيقة كان عصيا على الإسقاطات التي حاول البعض أن ينسبها لعلي بن أبي طالب. قلنا قبل قليل أنه أن بعضهم ماذا قال؟ قال لولا دعابة فيه، يعني كان علي بن أبي طالب يمزح مع بعض أصدقائه مع بعض المؤمنين. لكن نقول أنه انقلاب هؤلاء على شخص علي بن أبي طالب أولا ينبع من الحسد. لقد ابتلي هذا الرجل بكثرة الحساد لكونه يمتلك من الكمالات الكثيرة التي لولا هذه الكمالات لما عبر الدين الإسلامي ووصل إلينا كما وصل اليوم. يعني الكل يجمع على أن علي بن أبي طالب كان أحد الأدوات المهمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أموال خديجة وبعد صدقية بعض الصحابة المحترمين جدا. كان علي بن أبي طالب أحد هذه الأسباب، ولولا وجوده لما كان هناك الحقيقة كان هناك خلل كبير في عملية ذهاب الدين بالاتجاه الذي أراد الله سبحانه وتعالى. فإذا علي بن أبي طالب مصداق واضح لما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لكن الأمة للأسف الشديد جحدت هذا الرجل وجحدت من بعده أبنائه، كل أبنائه بلا استثناء لقد تعرض للقتل، أما بالسيف أو عن طريق السم، يعني هذا مسلم يعني لدى كثير من المسلمين. لذلك نقول يا سيدي الكريم، من لم يؤمن بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه المنصوص بتلك الآيات التي قلناها وتلينا على حضرتكم، هؤلاء حقيقة هم الذين انقلبوا بهذا الشكل لأجل مصالح شخصية ولأجل مصالح حقيقة اعتبرت في ذاك الوقت يعني واحدة من عوامل التقرب الاجتماعي، باعتبار علي بن أبي طالب قريب النبي فأعطى إدارة أمور المسلمين من هذا المنطلق، وإلا هو حقيقة يعني موضوع مرتبط. طبعا إشارة مهمة أن علي صلوات الله عليه اجتمعت فيه الكمالات، وهناك من يحاول أن يهون من مكانة علي بن أبي طالب فقال أن الحادثة التي وردت بحق علي على لسان النبي صلى الله عليه وآله إنما جاءت للترضية لترضيته، في حين أن النص القرآني يذهب باتجاه أن الكمالات كلها اجتمعت في علي، حين وصف النص القرآني في آية المباهلة وصف علي صلوات الله بنفس النبي وأنفسنا وأنفسكم. أحسنتم. هذه الإزدواجية بالفهم. نعم. يعني ما أعرف أنا أسميها إزدواجية بالفهم. نعم. يعني مثل هذا اللي يقول سيدنا يزيد عليه رضي الله عنه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه. أحسن. ما أعرف هسه شلون نرضى بقاتل ظالم ومقتول مظلوم. سيدي الكريم، يعني عندما نتفق على أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم
لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. إذن الأمور حكت أنت في تمام إلا وحي يوحى، بما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ينطق عن الله سبحانه وتعالى، فقد نطق بولاية علي بن أبي طالب. ما عدا ذلك حقيقة يعني خرط القتال كما يقال عذر المفرد، باعتبار أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصداق حقيقي لتشريع الله سبحانه وتعالى. نبي الله وقال نبي الله من منتهى كمالات الخلق. نعم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نعم. إذن هو بلاغ واضح للأمة، لكن للأسف الشديد الأمة تخاذلت عن نصر علي في غديرهم، ولا زالت إلى هذه اللحظة حقيقة لم تنصر علي في قم. طيب، أشرت حضرتك في سردك للحادثة أن النبي صلى الله عليه وآله عد العدة للإعلان عن أمر جلل، لأنه ليس من مناسب للنبي حاشاه أن يجمع الناس على أمر هين، لابد أن يكون الأمر جلل. نعم. وبحضور كل المسلمين الذين كانوا في موسم الحج آنذاك. طيب، هذا الإعلان ينبئ عن ربط عجيب بين إكمال الدين وتنصيب علي أمير المؤمنين. أميرا للمؤمنين. أحسنت. احنا شو نقول؟ نقول انه موضوعة بلاغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الأمة كانت هي المرحلة الثانية من الرسالة النبوية. شلون؟ بمعنى انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما صدع بالدعوة الإسلامية بأمر الله سبحانه وتعالى الى يوم الغدير، هذه المرحلة الاولى من الرسالة الإسلامية. كل مرحلة هو يوم الغدير في كفة أخرى. ليش؟ لانه ما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الامام علي، وبعد الإمام علي إمام الحسن والحسين، وهكذا إلى آخر الزمان. بمعنى أنه هؤلاء الأئمة لهم أدوار متعددة في قيادة الأمة، لذلك الرسالة كلها بكفة، وما تبقى بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو في الكفة الأخرى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن لم تبلغ فما بلغت رسالة. أنا عندي سؤال صغير يعني. نعم. يعني حين ورد النص القرآني اليوم أكملت لكم دينكم أكمال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. تنصيب علي صلوات الله عليه فيه دلالة قطعية على أن الأمر هو بوحي من الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله دون أدنى شك. طيب، البواعث للفهم الذي يحرف المعنى شنو مردها؟ يعني مردها شنو؟ قضية عجيبة يعني. اولا يعني احنا حتى نكون منصفين. نعم. يعني المتلقي. نعم. يعني حقيقه يعني نحن يعني لدينا اتفاق مطلق على انه كثير ممن دخل الدين الاسلامي لم يدخل ايمانا. لا الآية موجوده وللاسف الشديد هؤلاء هاردوا على النفاق. احسنتم. نعم. هؤلاء كانوا من صناع القرار، بمعنى انه في مرحله لاحقه عندما التحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، كانوا دول على سدة الحكم، وهم من غيروا وجه التاريخ وغيروا كثير الحقائق. يعني الموضوع لم يقف عند واقعة الغدير وانتهى الموضوع، لا، الموضوع ذهب أبعد من ذلك، أنه غيروا حتى كلام الله، حتى أضافوا للنبي أقوال لم يقلها، حذفوا أقوال قالها النبي لأنها فيها فائدة لأمة. يعني معنى أنه دخلوا بعمل التزوير كبيرة جدا. لذلك يعني هذه البواعث التي حاولت يعني تفتيت واقعة الغدير بالشكل الذي يريدونه حقيقة، يعني كانت يعني مرسومة بدقة كبيرة جدا. أنا أقول مسألة أنه الاستكبار العالمي هذا اليوم لقد تعلم كثيرا من هؤلاء الذين رفضوا واقعة الغدير، وإلا يعني هؤلاء يعني هنالك حرب شعواء الإسلام، واحد يطلع اليوم يحرق مصحف، واحد يسب مرجع، واحد يسب إمام، واحد يسقط حتى الآيات القرآنية. كأنك تريد القول أنها كلها تداعيات عن حرف مسار الرسالة الأول، لم تنط مسؤولية خلافة النبي صلى الله عليه وسلم بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. الأستاذ الله. قاسم العبودي، أنتم أيضا ضيوف مشاهدين أكارم، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان ماذا لو رفع المسلمون جميعا يد علي عليه السلام. ماذا لو رفع المسلمون جميعا يد علي عليه السلام؟ الكاتب إياد الإمارة. اكتمل الدين بولاية علي عليه السلام، وهو عليه السلام تمام النعمة ومقياس الحق والباطل، حين ينقلب البعض على أعقابهم
لينظر الناس إلى علي عليه السلام، فالحق معه وهو مع الحق لا يفترقان أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام هو دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الحقيقي، فمن بقي معه عليه السلام فهو مع النبي وعلى دينه، ومن خرج على علي عليه السلام فهو خارج على النبي صلى الله عليه وآله، وأبعد ما يكون عن دين الله الإسلام. تلك هي الحقيقة في بيعة الغدير في عيد الله الأكبر. لذا فإننا بتجديد البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، فإنما نجدد بيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله بالثبات على دين الله الإسلام. ولو أن المسلمين اتحدوا على هذه البيعة ولم ينقلب البعض على عقبيه لكانت خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الإسلام باختلاف قومياتها وأعراقها أقوى أمم الأرض جميعا، ولا أشرقت الأرض بنور ربها. مرحبا مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيفي الكاتب والمحلل وعضو الرابطة الدولية للمحللين السياسيين الأستاذ قاسم العبود. مرحبا بك مرة أخرى. يعتقد البعض أن عيد الغدير هو عيد خاص بالشيعة، مع الأسف، في حين أنه يمثل مناسبة أو عيدا عالميا ينطلق من التشيع القرآني لا من التشيع المذهبي. هذا التصور صحيح؟ طبعا هذا تصور يعني مرفوض جملة وتفصيل، باعتبار أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء لكل المسلمين ولم يكن للشيعة فقط. لذلك يعني أي توجيه من النبي محمد إلى الأمة يعتبر للأمة بأكملها، وليس لفئة معينة. أنا أقول مسألة، يعني هناك لدينا أربع عيد: عيد الغدير وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة اللي نص عليه القرآن الكريم في السورة. الأعياد تلك يعني واحد كان صايم 30 يوم وراها يفطر عيد، هذا جزء من الدين. واحد ذهب إلى الحج وأدى مناسك الحج وقام بما عليه من مراسيم الحج وعيد باعتبار عيد الأضحى المبارك. الجمعة أيضا الأعياد التي نص عليها القرآن الكريم. لكنه لماذا نحن نسمي عيد الغدير بعيد الله الأكبر؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى إيش قال للنبي؟ قال بالنص القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني الكمال للدين تنفي هذه الواقعة. ورضيت لكم إسلامي، يعني كان إسلام ليس دينا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا بواقعة الغدير. لذلك الأمر الإلهي جاء لجميع المسلمين ليس للشيعة فقط. فهذا القول حقيقة، يعني كلمات هذه باطلة يراد بها باطل أكبر، باعتبار أنه التمسك بولاية علي بن أبي طالب إنما هي عدم التمسك بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقولون البعض أنه الشيعة يعبدون الله على طريقة علي بن أبي طالب. أنا طبعا مناسبة، يعني هذه الأقاويل التي تروج، وين تحصل أنت على طريقة مو يعني على ونتمنى يكون إحنا عبد الله سبحانه وتعالى بطريقة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عبد الله بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله بهذه الطريقة. فنتمنى أن نصل إلى الخطاء مزدت يقينا. نعم. يعني نتمنى أن نعبد الله بجزء يسير من عبادات علي بن أبي طالب، لكن للأسف الشديد هالكلمات وهالترويج الإعلام الأصغر يراد منه تسقيط هذه الواقع التي لو كتب الله لها النجاح لكانت اليوم الكرة الأرضية بأكملها تنعم بخيرات. يعني كما القرآن يوصف يقول: لفتحنا عليهم بركات من السماء. أهل القرى لو كانوا آمنوا، موجب القرآن الكريم يقول. لكن أقول سيد الكريم، هذه الواقعة بغض النظر عن من يريد أو يحاول إساءة أو انتقاص منها، ستبقى هذه الواقعة ماثلة وهي محل ابتلاء. وأكد على مسألة: الغدير محل ابتلاء للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين بكافة أنواع الابتلاءات، فواحدة من هذه الابتلاءات هي واقعة الغدير التي حقيقة قسمت القوم إلى قسمين: قسم مؤمن بالله ورسوله وقسم غير مؤمن، وإن ادعى خلاف ذلك. لأنه نحن اليوم أمام خط فاصل ما بين الإيمان كله. بعد إذنكم، يعني أنت رايح باتجاه أن صاحبة المقال السابق سيدة حليمة السعدي ذهبت إلى القول بأن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. تقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين بولاية علي. أحسنت.
وكل التحايا الأخت الفاضلة حقيقة يعني جحود الولاية معناه جحود النبوة، وجحود النبوة عدم إيمان بالله سبحانه وتعالى، والذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فهذا كافر قطعا. فالمسألة مسألة متسلسلة، يعني المسألة ليست معقدة لهذه الدرجة. لذلك نقول من يحاول اليوم تسقيط هذه الواقعة التي حقيقة هي واقعة فخر يعني نعتز بها كثيرا جدا، وعلى الأمة قراءة التاريخ مرة أخرى. يعني اليوم لدينا حداثة، لدينا تجديد، لدينا اليوم بعض مراكز الفكر ظهرت في العالم الإسلامي، يفترض اليوم إعادة صياغة وقراءة هذه الواقعة ربما تنفع الأمة. يعني اليوم لدينا نظام عالمي جديد، وهنالك من يعني قال بالنص الواحد السيد القائد الخامنئي حفظه الله ورعاه قال سوف يكون الإسلام بصمة في هندسة العالم الجديد. لو كانت واقعة الغدير واقعة قد أخذت مساحتها الكاملة بالتاريخ الإسلامي لما قلنا أن اليوم سوف يكون الإسلام بصمة في صناعة العالم الجديد، باعتبار أنه سوف يكون الإسلام هو من يصنع العالم والآخرين هم من يحاولون أن يتزاحموا مع الإسلام من أجل ترك بصمة في هذه المسيرة الإنسانية الكبيرة. سيدي الكريم، نعم تفضل. أريد أعود بك إلى عنوان مقال الكاتب إياد الإمارة اللي قال به، طبعا عنوان جميل جدا، ماذا لو رفع المسلمون جميعا يد علي بن ابي طالب؟ هذا اصيغ سؤال لك. نعم، يعني اتوقع وكما قلت يعني لو كان هنالك اجماع على رفع يد علي بن ابي طالب لا الله سبحانه وتعالى فتح علينا كثير من الخيرات والبركات، ولكان وضع حال المسلمين اليوم مو بالشكل هذا. يعني كانت القدس لم تكن في عهده اليهود، كانت الاراضي العربيه المحتله لا تكن عند الغاصبين، ما يحصل من نزاعات من كوارث في الكره الارضيه لم تكن موجوده لو اننا رفعنا يد علي بن ابي طالب عليه السلام وبايعناه من ذلك اليوم الى هذا اليوم. كثير من الامور كانت تغيرت، الرسم الخارطه الكبير للعالم باكمله سوف يكون متغير حسب ما اراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يشير للانسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ابن الله سبحانه وتعالى ابن الانسان العباده، عندما يتحقق مصداق العباده الله سبحانه وتعالى يعطي السير الالهي من السماء الى الارض لكل الكره الارضيه. لذلك نقول لو نحن اجمعنا على رفع يد علي بن ابي طالب لما كان هذا حالنا ممزقين، واليوم تدور بين الدوائر وهناك من يتربص منها، العراق محتل، اليمن يعني ممزق بالحروب، سوريا محتل قسم من عندها والقسم الاخر عند الاتراك، فلسطين عند وكثير من البلدان الاسلاميه، الجمهور الاسلامي الايراني اليوم تصارع بقوه من اجل انه تحمي ما تبقى من الاسلام المحمد الاصيل الذي تحاول دوائر الاستكبار العالمي ان يعني تطحنه في هذه الموجات المتلاحقه من هناك عدد من الباحثين يشير الى ان ما جرى على الامه الاسلاميه هو نتاج النكوص عن بيعة الغدير. نعم. فلو أن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه سلام الله عليه تم له الأمر كما أراد الله وكما أراد رسوله الكريم لبنى دولة على المنهج الإسلامي. نعم. والفارق الجوهري بين ما يفكر فيه علي صلوات الله عليه وبين الحكام الذين تنازعوا الملك فيما بعد، نعم، كبني أمية بني العباس الذين وغير نظمة كان همهم الأكبر هو كيفية الحفاظ على الملك، نعم، لا كيفية الحفاظ على الدين. نعم. فكان من نتائجه أن الأمويين خلفوا جعلوا ملاعب القرود، أمير المؤمنين، الزاني بالمحرمات، شارب السكير خليفة. نعم. والأدهى من ذلك قالوا يجب إطاعة ولي الأمر برا كان أو فاجرا، كأن هناك يعني محاولة للتبرير مسبقة. نعم. طيب، منهجية علي بن أبي طالب صلوة الله عليه في الحكم بماذا يمكن أن تتمثل؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن علي؟ قال علي القرآن الناطق. نعم. القرآن هو مجموعة الشرائع من الله سبحانه وتعالى إلى الأمة بأكملها، للإنسانية بأكملها، من دخل الدين أو من لم يدخل الدين. يعني القرآن الكريم في نظرية اقتصادية، في نظرية سياسية، في نظرية حكم، في نظرية إدارة شؤون الأسرة والمجتمعات والمنظمات. كل ما يريده الإنسان يجده وين؟ بالقرآن الكريم. لذلك الإمام علي عليه السلام عندما اتفقنا على أنه القرآن الناطق بمعنى أنه يمتلك المقومات الأساسية الإلهية الشرعية الرصينة المعتدة
بداية أمور كل البشرية وكل الإنسانية. هنالك كثير من الناس ليسوا مسلمين، هناك نصارى وهناك حتى بعض اليهود ممن يحترم علي بن أبي طالب، وقد قال فيه كلام كثير، ممن كتب فيه شعرا. كل واحد من هؤلاء وجد ضالته في علي بن أبي طالب، لكن للأسف الشديد أبناء الأمة الإسلامية لم تنصف هذا الرجل. يعني هذا الرجل الذي يقول عنه الإمام علي، يقول عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي القرآن الناطق، هل يعقل أن يسب القرآن الناطق لمدة 20 سنة على منابر بني أمية؟ حقيقة هذا إجحاف كبير، وهذا عدم فهم. لذلك أقول اليوم يجب أن يعاد التاريخ مرة أخرى وأن نقرأه بعين البصيرة بالبصر. علي بن أبي طالب ثروة كبيرة جدا يفكر واستفاد من إذن هي عملية إعادة فهم وليس قراءة، يعني لا لا لا، نعيد الفهم الأمور بشكل جديد. لأنه حقيقة هذه الواقعة، واقعة الغدير، يفترض بنا أن تعيدنا مرة أخرى إلى فهم علي بن أبي طالب فهما حقيقي. هذا ثروة كنز كبير، لكن للأسف الشديد يعني الأمة ضيعت هذا الكنز. يعني كثير من الخلفاء قالوا لولا علي لهلك فلان، لولا علي لا أبقاني الله لمعضل ليس لها أبا الحسن. نعم. بمعنى أنه الإمام بمعنى أنه كنز كبير وثروة ضخمة إلهية قد أودع الله سبحانه وتعالى إلى البشرية، لكن للأسف الشديد البشرية تم التفريط بها في مقابل ملك عضوض يتناهشه الخمارة والسكيرين. نعم. والزناة. طيب، من المؤمل أن تصدر الحكومة العراقية أمرا أو قرارا باعتبار عيد الغدير عيدا رسميا تعطل فيه جميع مؤسسات. ليش أخرنا 20 سنة؟ 20 سنة صار حقيقة. أنا يعني نقول وبمرارة أنه من يدير الدولة العراقية من عام 2004 اليوم هم من الشيعة، المسلمون الشيعة، فيفترض هؤلاء هم أكثر هذا فيه ظلم كبير بعد إذنك. يعني أنا أعتقد أنه في ظلم، يعني إدارة الدولة بالشكل اللي حضرتك وصفته أعتقد غير متحقق للشيعة. ماشي، ما مشكلة، نغادر هذه الجزئية. ربما تقدش، لا لا لا، حقيقة تقدش كثيرين. أقول أنه العراق اليوم بلد محتل، جل القرارات والقوانين تصدر هنالك تدخل واضح من بعض الأطراف الخارجية فيها. هذه الأطراف الخارجية تجامل بعض الأطراف الخارجية أيضا كالمحور الخليجي والحضم العربي. هذا عيد الغدير عندما يقر له يوم تعطيل ويعتبر عطلة رسمية ربما يصطدم مع أدبيات ومعتقدات بعض البلدان التي تحسب على الإسلام والتي تسمى مجازا إنها إسلامية، لكنها تربط علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دوائر الاستكبار العالمي سواء بإسرائيل أو بريطانيا. لذلك نقول هذا التأخير ربما جاء من مجاملة بعض السياسيين الخاطئين، وأؤكد على مسألة الخاطئين، من يخطأ بحق علي بن أبي طالب فلن يرى الخير مدى الحياة. لو كانوا منصفين حقيقة ويشعرون بمظلوميتهم أيام ما كانوا في النضال وكانوا في المهجر، يفترض أنه يشرع أول شيء يشرعوه بعد حزمة القوانين والقرارات أن جاءوا بها والدستور، أن يكون لك يوما اسمه يوم الغدير وبيعة الغدير الإمام علي، ويعطل الشعب العراقي ذاك اليوم تذكيرا للأمة بالظلم والجحود الذي تعرض له هذا الإمام الكبير. لا أقول بمرارة لقد تأخروا كثيرا، ونتمنى يقولون في قانون المرور. أنا أريد أستبقك قبل أن تتمنى، يعني طبعا هو هذا، نحن ندعو إلى الاحتفال أو العراقيين يدعون الاحتفال بعيد الغدير واعتباره عطلة رسمية بوصفه مناسبة إسلامية وليست مناسبة شيعية، لا، لأن سامية. البعض يذهب باتجاه لا لا تحجيمه وتأطيره بإطار طائفي مذهبي وما إلى ذلك، في حين أن الواقع كل المدارس الإسلامية، كل الطوائف الإسلامية تؤكدها وهي واردة في صحاح الجميع. نعم. طيب، تعتقد أن الحكومة ستجعل هذا اليوم عيد؟ أنا على مستوى شخصي أقول تأخروا كثيرا، وهذا التأخير سوف أعتقد يعني يمنع عفوا، أنا أقول يعني استشرافك. نعم. هل ستقدم حكومة السيد السوداني على هذا القرار؟ لا أعتقد ذلك، باعتبار أنه أيضا حكومة السيد السوداني مكبلة ببعض التدخلات الخارجية وتدخلات السفيرة الأمريكية. لا أعتقد أنه بالقريب العاجل سوف يقر، لكن عندما تصعد إلى سدة الحكم ودفة الحكم بالعراق منظومة وطنية حقيقية 100% بعد خروج المحتل، ربما سوف يصار إلى اعتبار عيد الغدير يوما. هو المحتل شو وقت يخرج يعني؟ إن شاء الله بيدعى على بدعاء صالحنا أمثالكم. قيل أن لو لم تنقلب الأمة
على الغدير لكانت البشرية جمعاء ترفل بخيرات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وخيرات خلافة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. ولكان هناك عمل دؤوب واضح يهيئ لظهور الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. علق. نعم سيدي الكريم، يعني قلنا يعني بالبداية أنه لو كما أراد الله سبحانه وتعالى هذا الواقع أن تكون هي مقودة للحياة ويكون علي وأبناء علي عليه السلام هم قادة الأمة الحقيقيين، لكان الله سبحانه وتعالى قد فتح على هذه الأمة خيراته من السماء من الأرض بشكل طولي عرضي، لأنه هؤلاء لا ينطقون من فراغ، هؤلاء تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أخذوا علومهم من النبي الذي أخذ علومه من الله سبحانه وتعالى، لذلك هؤلاء هم القرآن الناطق على الأرض. فلو كان هنالك حقيقة خلافة حقيقية لهؤلاء من ذلك اليوم إلى هذا اليوم لكنا اليوم نحن الأمة الأولى على مستوى الكرة الأرضية، وكل الأمم الأخرى تحاول أن يعني تتقرب منا تقربا مما نمتلكه من عطاء، لأنه هذا عطاء جاء من عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريق النبي عن طريق الله وعن طريق نبيه، فكان منهاجا ودستورا كل القاسم العبودي الكاتب والباحث في الشأن السياسي وعضو الرابطة الدولية للمحللين السياسيين. شكرا جزيلا، كنت ضيفا كريما علينا. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: أكاد أجزم أن بيعة الغدير اختزلت الإسلام كله بأمر يأخذ الأمة من طاعة الطواغيت إلى طاعة الله تعالى في لحظة توج فيها خط الرسالات بالبيعة لعلي عليه السلام، وهو أيضا الأمر الذي يجعل ما شرعه القرآن الكريم وأقرته السنة النبوية موضع التنفيذ تحت قيادة الصالحين وبإشرافهم، وكل ذلك أخذ بمهجنا نحو الانتظار الإيجابي، ونحن نخضع كل قولنا وفعلنا وتفكيرنا للتشريع العادل برأي المرجع حصرا. كونوا في أمان الله.